لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ну а мы приглашаем на сцену нашего третьего участника из Ирана, Амир Ля Аль-Ауль. Встречайте. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى
صدق الله.